مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان. ينطلق شوطنا 11 المخصص لفئة الابكار الصعوب. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا المسار. مباشرة مع شواهين علي بن غدير بن سعيد الكتبي يقدم لنا شواهين على المركز الأول. من قدمت غشا وقدم عجيب يبحث عن النقطة الثالثة بأول مشاركة لهذا الشعار في هذا الموسم، ليقدم لنا نوعيات مع الشاعر. المركز الثاني الوصول من الشاهينية سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي يقدم لنا الشاهينية على المركز الثاني، والمركز الثالث الوصول مع شعار أحمد بن محمد بن رايد بن مرخان يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار الكبير. ولكن الشاعر يتغنى بأبياته الجميلة، يتغنى الشاعر مع انطلاقة شواهين مع الصدارة مع 600 متر الأخيرة. روع علي بن غدير بن سعيد الكتبي مع ابن للشاعر، ابن الشاعر يندفع مع الأداء الكبير مع هذه التشكيلة والنوعية المميزة. ما شاء الله وتبارك الله، والشاعر ما يقدم للنوعية، ما يقدم للنوعيات المنتغية. من أيضا أتى بها الشاعر، أتى بالنوعية المميزة ليثبت جدارة هذا الشعار راعي لهيب، ليثبت جدارة هذا الشعار المتميز الكبير. سلام أبو سعيد، سلام سلام يا شاعر، وين ما كنت يا شاعر وين، السلام يوصلك. ومشكور ايضا علي بن غدير بن سعيد الكتبي ايضا الغادم مع الشعار الكبير والمتميز، مع الشعار المتميز ما ياتي الا بالاسماء المتميزه. سلام يا نجوه سلام. المركز الثاني اللي وصلت على المركز الثاني بالرقم 3 هي ايضا براقة سيب بن علي بن معيص المكتبي. المركز الثالث شاهنية علي بن محمد بن سعيد بن حميدان. تهانينا والناموس لعلي بن غدير بن سعيد الكتبي. والنقطة الثالثة وسلام يا نجوى سلام على تقديم هذا الاسم المتميز الكبير.